عروض الزيتون، في زيتون الكلماطة نزل ب22 بدلا من 31، في زيتون مصري أخضر 14 ريال بدلا من 19.5، في زيتون أخضر مع الشطة 17 ريال بدلا من 23 ريال، وفي زيتون تاني مع الليمون أخضر 17 بدلا من 23 برضه، في زيتون أخضر حلبي 16.5 بدلا من 20، في المكدوس نازل 25 بدلا من 30. مكدوس المخلل الخيار هادي 14، ومخلل الليمون شطة 10.5. جبنة في البقرات الثلاثة، الكيلو نازل من 18 ل15، جبنة غنم فرنسي 66 بدلا من 70، هالي جبنة هالي أبيض دنماركي 13 بدلا من 19، جبنة إنكور أبيض برضو فيتا 17 بدلا من 21، جبنة هنجاري 17 بدلا من 22، في الجبنة الصفرة دي الاسطنبولي 19 ريال بدلا من 25، جبنة اسكندراني بالفلفل 19 بدلا من 24، جبنة فيتا بالزيتون الأخضر 19.5 بدلا من 24، جبنة فيتا بالفلفل الأخضر 19.5 بدلا من 24. في برضه هنا شبيهة جبنة تشيزلاند ملح خفيف 22 بدلا من 28، جبن أبيض مع حبة البركة 31 بدلا من 36، في جبنة قريش 23.5 بدلا من 29، في هنا شبيهة القشطة تشيز لاند 18 بدلا من 21، شبيهة قشطة المائدة بدر 15 بدلا من 24، في لبن داري 22 بدلا من 28، لبن بريزدنت 23 بدلا من 35. في بالنسبة للمربى، مربى هالي بالمشمش أو بالتين 10، اللي بالتين 10 ريال بدلا من 16، والمشمش 11 ريال بدلا من 18.75، وفي بالتوت ب13 بدلا من 20. اللحمة في الكبدة، كبدة عجل بلدي ب50، لحمة عجل بلدي بدون عظم 58، لحمة عجل بلدي بدون عظم 58. دي عروض اللحمة على اللحمة البلدي. الدجاج في التنمية، التنمية الحبة الكاملة اللي هي 900 جرام نازلة 16.5 بدلا من 18.5، التنمية 1100 17.75 بدلا من 21.25، دي الحبة الكاملة. في برضو الحبة الكاملة اللي هي 1100 17.75 بدلا من 21.25. صدور التنمية بدون عظم دجاج 17.5 اللي هي 450 جرام بدلا من 22.5، دي عروض التنمية. في كمان هنا الأسياح، الأسياح اللي هو سن صغير ده اتنين مع بعضيهم 21.25 بدلا من 24.5. كمان في هنا قطع دجاج البشاير 800 جرام نازلة من 11.75 ل10.5، قطع دجاج إنتاج اللي هي 900 جرام نازلة 12 بدلا من 14.75. شوف شركة إنتاج أو نشوف الفروج الذهبي، الحبة الكاملة 1118 ريال ل1219.5 اللي هو الفروج الذهبي 1219.5، 1117.75 يعني 18، 1017.75. القطع قطع دجاج 900 جرام ب11.5 بدلا من 17.5 اللي هو الفروج الذهبي 11.5، قطع دجاج مشكلة إنتاج برضو 12 بدلا من 14.75. في صدور دجاج بدون عظم اللي هي انتاج 450 جرام ب20 بدلا من 23. انتاج الحبة الكاملة، خلينا هنا نشوف اليوم الاول، اليوم 1100 ب18.25 بدلا من 21.5 اليوم. اليوم في قطع دجاج كاملة 900 جرام ب15.5 بدلا من 21.25، فيليه دجاج اليوم 900 جرام ب39 بدلا من 45.75، قطع دجاج اليوم 14.5 بدلا من 19.75. اليوم الحبة الكاملة هنا دي وزنها كام؟ دي وزنها 1000 نازلة 18 بدلا من 20.5. دي يعني أهم العروض اللي هي موجودة في الدجاج. في كمان إنتاج اللي هي 1017.5، إنتاج 17.5 اللي هي 1000، 1119، دي أهم العروض في
الدجاج الطازج في العصيم لحد يوم 6/6 من يوم 31 البيض في العصيم، في اللي هو ثمرات القصيم. ثمرات القصيم ده نزل من 23 ل 18 ريال. ثمرات القصيم ده ثمرات القصيم بيض حجم كبير 18 بدلا من 23. في كمان هالي نزل 18 برضو بدلا من 23 برضو حجم كبير، يعني ده اللي هو هالي. هو مش مكتوب عليه كبير ولا صغير، اكيد حجم كبير. اللي هو هالي 18 وثمرات القصيم 18. في عرض على الوطنية اللي هو 30 حبة الطبق، يعني حجم مش مكتوب برضو الحجم هنا، حجم وسط او كبير، نزل 19 بدلا من 21.5. 19 بدلا من 21.5. برضو هنا في نوع تاني قرين ده وسط، نازل 17.75 بدلا من 20.75. ده اللي هو قرين حجم وسط 30 حبة 17.75. عود الدجاج المجمد هنا بالحبة داري 1200 ب18.5 بدلا من 23، 1117 بدلا من 22 اللي هو داري. في داري برضو 1016 بدلا من 21، داري 1016 بدلا من 21، 1100 دو 18.5 بدلا من 23 اللي هي دو، وال 916 بدلا من 22 دو برضو. في الرضوة 1200 نازلة 17 بدلا من 23، 17 بدلا من 23. الدجاج المجمد في دجاج هنا لاتينا ده 1000، ال 1000 كيلو ب 15.5 بدلا من 20.5، ال 1100 ب 15.5 برضو، ال 900 ب 14.5، 914 ده اللي هو لاتينا. الكرتون منه الكرتون ب 142 بدلا من 190 اللي هو 900، ال 1100 155 بدلا من 205، ال 1000 بس 154.5 بدلا من 200 اللي هو لاتينا، واعتقد ان هو برازيلي. في هالي كرتون هالي 900 الكرتون ب 142.5 بدلا من 169، ال 1100 هالي برضو نازل 159 بدلا من 186 كرتون دجاج هالي. في كمان هنا رضوة اللي هو 1100 نازل ب 146 بدلا من 210، ال 1100 شركة رضوة. في هنا سادية كرتون سادية اللي هو 1100 نازل ب 152 بدلا من 194 الكرتون. في الدجاج الحبة الكاملة اللي هو بريدكس 1200 ب17 بدلا من 21، وال1016 بدلا من 20. في هنا برضو دجاج ال1300 سادية الكرتون ب 148 بدلا من 204. كمان هنا في دو شركة دو الكرتون اللي هو 900 نازل ب 147 بدلا من 154 دو حجم ال 900 الكرتون 147. دي كل العروض في ال 900 برضه 147 هنا برضه نفس السعر اللي هي دو 900 نازل ب 147. صدور الدجاج المجمد عرض حلو جدا على دجاج الكبير، صدور دجاج الكبير اللي هو 1 كيلو نازل 15 بدلا من 20 ريال. ده عرض حلو جدا على صدور الدجاج الكبير، ده دايما بيكون سعره غالي فنازل هنا 15 بدلا من 40 ريال، عرض حلو جدا. في صدور دجاج لاتينا برضو طرية 2.5 كيلو ب51، وهالي 2 كيلو ب40. هالي ده لاتينا، ده هالي اللي هناك، ده هالي اللي 2 كيلو و40 ولاتينا 2.5 ب51. هنا كمان صدور دجاج شهية 1 كيلو نازل 38.5، ده غالي جدا يعني، ده 1 كيلو شهية 1 كيلو 38.5 بدلا من 52 ريال. في كمان من عروض صدور الدجاج اللي هي سيرة 2 كيلو نازل ب 42 بدلا من 61،
2 كيلو سيره 42 بدلا من 61. عروض العسيم على الصدور في داري 2 كيلو ب41 بدلا من 69. 2 كيلو صدور دجاج داري 41 بدلا من 69 اللي هو 2 كيلو. عروض الجبنة الموزاريلا في العسيم من 31 مايو إلى 6/6. نادك نخلي بالنا مكتوب عليها شبيهة جبنة موزاريلا. نادك 500 جرام نازلة ب20 بدلا من 26. نازلة 20 بدلا من 26. في الصافي 900 جرام نازلة كام؟ 33 بدلا من 38. دي جبنة موزاريلا الصافي. برضو في المراعي، 900 جرام، 900 جرام نازلة 39 بدلا من 45 اللي هي المراعي. في برضو البقرات الثلاثة 400 جرام جبنة موزاريلا 400 جرام نازلة 18.25 بدلا من 26.5. البوك 900 جرام نازلة 34 بدلا من 54 ريال. في داري 1 كيلو نازل 33.75 بدلا من 38.5 اللي هي الكيلو. النص كيلو نازلة 17 بدلا من 21 دي شركة داري. في بريزيدنت اللي هي 200 جرام نازلة 9 ريال بدلا من 11 ريال. في نوع تاني هنا اكلينا 200 جرام 9.5 بدلا من 10.5. دي كل عروض الجبنة الموزاريلا. عروض حلوة جدا هنا على الكيك. الكيك اللي قدامنا ده نازل من 60 ل50. كيك اللي هو ريد فليت مدور وسط او اللي هو تورتة كراميل، كله ده نازل من 60 ل50 ريال. كل ده 50 ريال. كل الانواع دي نازلة من 60 ل50 ريال. كيك الشوكولاتة، كيك الفواكه، الكراميل، الريد فليت اللي هو الاحمر ده، ده كله ده نازل من 60 ل50 ريال. في كمان هنا الدونات الاربع حبات دي 10. في هنا برضو زيت كنافة مهلبية بالمكسرات او بالكراميل او كنافة بالنيوتيلا نازلة من 7 ريال ل6 ريال. كمان في هنا عجينة الكنافة نازلة من 11 ريال ل10 ريال. حلويات، في هنا بسبوسة بالبندق، بسبوسة بالسمن البلدي 27.5، بسبوسة بالبندق 35 بدلا من 37.5. في بلح الشام لقمة القاضي 17.5 بدلا من 20. حلويات شرقية مشكلة 25 ريال. البقلاوة نازلة 35 بدلا من 40. الفواكه والخضروات، الموز ب4 ريال 25 هلل الكيلو. 4 ريال 25 هلل الموز. العروض الموجودة عرض على المانجا، مانجا تومي جيزاني نزل الكيلو من 9 ريال ل6 ريال او من 8 ريال 95 هللة ل5 ريال 95 هللة الكيلو في العسيم. برضو هنا في مانجا اللي هي السمكة دي 7 ريال 95 هللة اقل الاسعار. مانجا السمك، في مانجا مصرية زبدية 8 ريال 95 هللة. مانجا مصرية زبدية. في المانجا اللي هي قلب الصور، قلب الصور ب8.5 الكيلو اللي هي قلب الصور دي 8.5. دي اسعار وعروض المانجا في العسيم. البرتقال هنا اقل الاسعار، برتقال عصير على 2 ريال 95 هلل. برتقال العصير 2 ريال 95 هلل الكيلو، طبعا الكيلو ب2 ريال 95 هلل. ده برتقال للعصير. الباميه المحليه هنا نازله من 16 ريال ل10 ريال او 9 ريال 95 هلل الكيلو. كيلو الباميه 10 بدلا من 16. في الجزر هنا الكيس 1 كيلو نازل من 5 ريال ل3 ريال 95 هلل. ده الجزر. الجوافة ب14 ريال، العنب ب11 ريال، العنب الأبيض، العنب الأسود ب13 ريال. في العنب الأحمر نزل عرض كويس جدا، نزل من 13 ل9 ريال اللي هو العنب الأحمر.
في كمان هنا علبة المشمش، علبة المشمش نازلة من 10 ريال ل7 ريال. علبة المشمش شكله حلو جدا يعني، وعلبة الخوخ برضه ب7 ريال، يعني المشمش والخوخ ب7 ريال. هنا في كمان هنا عروض على التمور، التمر السكري ده الكيلو، العلبة كيلو على 14 ريال، وفي نوع تاني على 19، في نوع برضو تاني على 19. في هنا تمارة اللي هو نص كيلو نازل من 12.5 ل9 ريال. النخيل برضو نص كيلو نازل 9 ريال بدلا من 13 ريال. هنا على التفاح، تفاح أحمر تركي الكيلو نازل من 5 ريال ل4 ريال وربع. 4 ريال وربع ده تفاح أحمر تركي، الكيلو على 4 ريال 25 هرب بدلا من 4 ريال 95 هرب. الليمون الأصفر الكبير ده نازل من 5.5 الكيلو ل3 ريال 95 هرب. 3 ريال 95 هرب الكيلو بدلا من 5.5. الليمون بقى هنا الفيتنامي اللي هو بدون بذر ده الكيلو ب9.5. في الليمون اللي هو الليمون الشبك ده ب1.95 ريال الواحد، ده من غير عروض الليمون ده. انما اللي هو نازل عرض اللي هو الليمون الكبير الاصفر ده.